هننقل دلوقتي على أعمال القمة الألمانية الإفريقية من برلين نشوفها، وطبعا اللي بيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نروح نشوفها ونرجع لحضراتكم. لم تفكر في المسائل المهمة. كنا نشعر بأننا لا يجب أن نفكر في التجهيزات العسكرية مثلا، لكن الكثير منكم تسألون ماذا يجب أن نفعل. نحن يجب أن نكافح الإرهاب، لكن لا تدعموننا في هذا المجال، ويجب أن نكون نحن صريحين. فقط وضع أمني آمن يسمح بالتنمية الاقتصادية، ومن الشجاع أن بعض الدول اجتمعت في أو تحولت وتحملت المسؤولية لمكافحة الإرهاب، وفرنسا تعمل ضمن الأمم المتحدة في هذا السياق أيضا في بعثة السلام. وفي خطة عام 2063 وأنتم حددتم هذه الأولوية، أيضا يجب أن نهتم بالشباب الأفارقة. 50% من السكان الأفارقة تحت عمر 25، في ألمانيا العمر المتوسط 53، لا معدل العمر في البلدان الأفريقية أحيانا 15. إذا لم نوفر فرص للشباب، إذا لم نستثمر في التعليم وال الابتكار وتعزيز دور الفتيات والنساء، لن ننجح في هذه الخطة. نحن نقوم في إطار عمل مجموعة العشرين والكومباكت وذ أفريكا، العهد مع أفريقيا، سوف نتبع مبادرات خاصة للفتيات والنساء وتعزيز ريادة الأعمال من قبل النساء، حتى نوفر الأسس اللازمة لتسمح أفريقيا الديناميكية والقدرة اللازمة التي تحتاج إليها. والعالم المتواصل يعني أيضا إذا كان هناك شعور إحباط في أفريقيا، يقول الكثير من الشباب يجب أن نبحث عن وطن آخر بالنسبة لنا، يعطينا الفرص. إذ عندما نعمل لصالح بلادكم نوفر أيضا الأمن في بلدنا، ويمكننا الحد من الاتجار بالبشر والتهريب والتشريد، لأن هذه المآسي يجب أن تنتهي، مآسي تعيشها اللاجئين حتى اليوم. يجب التعاون بين الدول، يجب أن تكون هناك طرق قانونية، ويجب أن لا يستفيد المجرمين من ذلك. هذا المؤتمر اليوم أيضا، وأشكركم على حضوركم لكلكم، أن نلفت النظر إلى تعدد الدول، تعدد الشروط، تعدد الدول في أفريقيا. الكثير من الألمان لا يعرفون الكثير عن الدول الأفريقية، عن طيب. دي كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في افتتاح القمة الألمانية للشراكة مع إفريقيا. حضراتكم عارفين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك في هذه القمة. هننقل تاني، الصوت واضح أنه رجع، هننقل تاني إلى برلين. طيب هنبقى متابعين طبعا التطورات اللي بتحصل في القمة في ألمانيا. خلونا